الدكتور إبراهيم علي كباش، أنا أستاذ في كلية طب طنطا في قسم الصحة العامة وطب المجتمع. هنتكلم على التهاب الكبدي الفيروسي ألف. نعرفين إن الكبد بيهاجمه كثير من الميكروبات، بعضها فيروسات وبعضها بكتيريا أو طفيليات أو كائنات أخرى. طبعا الفيروسات بصفة خاصة بتبقى أكثر تخصصا إنها تهاجم الكبد أكثر من الميكروبات الأخرى زي البكتيريا اللي بتهاجم الجسم وأحيانا بتمتد أثرها إلى الكبد. فالفيروسات اللي متخصصة في مهاجمة الكبد فيها أكتر من نوع، أشهرها طبعا A وB وC ونوع تاني اسمه دلتا. الحقيقة الB والC والA الفرق بينهم إن الB والC بتنقل عن طريق الدم، والA بتنقل عن طريق الأكل والشرب. وعشان كده لما يجي التهاب الكبدي الوبائي يبقى إحنا بنقصد بشكل خاص التهاب الكبدي ألف، لأن هو اللي ممكن يحصل بصورة وبائية لأنه بينتقل عن طريق حاجة كل الناس ممكن تعملها. ولو الناس اكلت اكل ملوث ممكن عدد كبير جدا في وقت قصير يتعرض لهذه العدوى، فبالتالي الالف او التهاب الكبدي الف هو النوع اللي ممكن يحصل بشكل وبائي. البي والسي لما بيحصل ممكن يحصل منه تفشيات محدوده، لان عشان عن طريق الدم بتبقى تصرفات محدوده ما تنقلش العدوى لعدد كبير من الناس. التهاب الكبدي الف زي ما قلنا بيتنقل عن طريق اكل والشرب، وبالتالي المحافظه على صحه الطعام والحفاظ عليه من التلوث خاصه من الحشرات او ان يتم تداوله باشخاص حاملين العدوى، وان الواحد دايما ما ياكلش اكل كتير من اماكن غير مضمونه او خارج المنزل. كل ده بيساعد ان الشخص يتجنب العدوى بالتهاب الكبدي الف. الحقيقه الجيد في التهاب الكبدي الف ان نسبه الشفاء فيه عاليه جدا، تتعدى اكتر من 99%، وان الشخص ده انه يتحول لشخص مزمن حامل للعدوى او انه ما يخفش بعد ما اخذ العدوى النسبة ضئيلة للغاية. كمان الميزة الأخرى في التهاب الكبدي ألف إن احتمال الوفيات فيه ضئيلة للغاية، فبالتالي هو مرض بنعتبره محدود يعني قابل للشفاء عن طريق جهاز المناعة، ومحتاج يعني معاملة طبية بسيطة، إن إحنا بس بندي للشخص بعض الأدوية اللي بتساعد الكبد إنه يقاوم العدوى وتساعد جهاز المناعة إنه يتخلص من العدوى. طبعا الحجر الأساسي إن إحنا نتجنب العدوى التهاب الكبدي ألف نحن نتجنب نحن نتناول أي أطعمة أو أي مشروبات ملوثة أو تعرض للتلوث بأي شكل من الأشكال. حقيقة طبعا التهاب الكبدي ألف بيجي أكتر للعمر الصغير، يعني الناس من سن 5-15 سنة، لأن غالبا العمر ده هو اللي بيخرج بره البيت، هو اللي ممكن يأكل بره البيت وممكن يتعرض لطعام ملوث. فعشان كده مهم جدا نحن نهتم بصحة الغذاء، نهتم نحن نتناول أطعمة صحية لم تتعرض لأي تلوثات.